بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. السلام على شعب البحرين الجريح، السلام على شعب البحرين المظلوم، السلام على شعب البحرين المقاوم الصابر، السلام على جميع السجناء الأبرياء وفي مقدمتهم الرموز، السلام على الجرحى والمطاردين، والسلام عليكم أيها الحضور ورحمة الله وبركاته. إخوتي، أنا في البداية حبيت أشكر مشاعركم الكريمة أيها الشعب الكريم في مواساتي، أيضاً في زفاف ابني، وفي كل ما عاناه شعب البحرين. شكراً لكم جزيلاً مني ومن أخوتي عوائل الشهداء جميعاً، ألف تحية لكم. أخوتي، أنا دائماً يتوجه لي أسئلة كثيرة في مكاتب التحقيق وحتى في النيابة، دائماً يوجهون لي سؤال، وأنا اليوم رايح أقول إليكم: أنت من خولك تتحدث عن شعب البحرين ومعاناة شعب البحرين؟ أنا أقول لهم بكل وضوح وبكل صراحة، أنا أولاً كمواطن بحريني يهمني هذا الأمر، واللي خولني شعب البحرين عدد الجنازة اللي مشت وراء ابني رغم إجراءات الأمنية المشددة والشوارع المغلقة، أكثر من 300,000، دموعهم دموعي، آلامهم آلامي، وكذلك عن جنائز أخوتي آباء الشهداء أيضا. شكرا لكم أيها الشعب الصابر. هناك أمرا آخر يهمنا جميعا، نحن كآباء شهداء. أحب ألفت لكم نظر أيها الشعب الكريم، إحنا صحيح قدمنا أبناءنا من أجل قضية تقرير مصير هذا الشعب، من أجل دفاعاً عن ديننا وعزتنا وكرامتنا، لكن أبناءنا هم أبناؤكم، أبناء البحرين. نحن لا نفرض آراءنا في أي حل سياسي، وأرجو أن الكل نحط يدنا في يد قيادتنا الرشيدة. هؤلاء حملوا على عاتقهم مسؤولية هذا الشعب الجريح، فعلينا جميعا كشعب، أحيانا تصدر بعض الانتقادات، الانتقاد الواضح مع إيجاد البديل مقبول والكل يتقبل صراحة، لكن عدم زعزعة الثقة في القيادات، يجب علينا أن نتوحد جميعا. هذا الشعب، تقرير مصير هذا الشعب، قيادتكم الرشيدة واعية جدا وعلى قدر المسؤولية فعلا، وفي البديل يخافون الله سبحانه وتعالى في تقرير مصير هذا الشعب. أرجو في اللحمة، محتاجين إلى وحدة الكلمة، إلى وحدة الصف. أيها الشعب الكريم، لا تعطوا مجال إلى أذناب من أذناب السلطة في اختراق هذه المعارضة الذكية الواضحة في أهدافها في تقرير معاناة، في تقرير مصير هذا الشعب الجريح. يهمهم حقن الدماء، يهمهم تقرير مصير وخطوة هذا الشعب الجريح. وأنا أيضا أقول لهذه السلطة، هذا الشعب اللي جنيتوا عليه من تضحيات، إلى متى؟ شعب البحرين كباقي الشعوب، شعب البحرين لن يتراجع. إحنا آلمنا تقريبا الآن هذه المحنة وحدت الصف إلى حد كبير. اليوم ما في بيت اليوم ما دخلتوه، ما في عائلة من متضررة، الكل صاد ضرر. أحيانا بالتفرقة، شعب البحرين لن يفترق. إحنا يهمنا من أعطاكم يا حكومة يا معينة جاءت بالتعيين تتكلمون وتتحدثون عن آلام الشعب؟ أنتوا حكومة غير منتخبة، غير شرعية، فاتكم الأوان. البيت اللي نطره المواطن البحريني
من السني والشيعي على حد سواء، بأي حق تعطونه المستورد الدخيل؟ بأي حق البدلة العسكرية يرتديها بدل ما يرتديها المواطن السني والشيعي يرتديها الأسيوي وغير كذلك؟ من أعطاكم الحق؟ هذا الشعب هذه المرة لن يتراجع عن حقوقه. شعب البحرين وصل إلى بعد التضحيات الكبيرة وبعد هذه المعاناة لن يتراجع. أنا أقولها وأنا واثق من نفسي، أنا لما وجدت أبنائي الآن في السجون هؤلاء الأبرياء، وأنا أقول لبعض القضاة اللي ما يخافون الله، أنت كيف تحكم على طفل 15 و20 سنة؟ شلون تنام الليل؟ كيف تحكم على طفل عمره 9 سنوات؟ وين صارت؟ كيف تحكم على رجال شيخ كبير مستشهد ولده والعائلة كلها متضررة تحكم عليه بالتوقيف؟ شقيقي والد الشهيد علي الشيخ إنسان حتى الأدوية ماله أخفوها عنه، ليش؟ إلى متى هذا الانتقام من عائل الشهداء؟ إحنا عوائل الشهداء قدمنا من أجل هذا الشعب المظلوم، الله أكرمنا وخلى أبناءنا شهداء من أجل تضحيات يستحق هذا الشعب المظلوم، مثل ما وقف معانا نحن نقف معاه إلى آخر نفس، إلى آخر رمق نحن معكم. وأيضا أكرر أخوتي، التفتوا إلى قيادتكم الرشيدة، حطوا يدكم في يدهم، مؤازرتهم محتاجين إلى وحدتكم، وحدة الصف، كلنا على طريق واحد، يهمنا مصلحة هذا البلد والمواطن، ليس الدخيل كالمواطن الأصيل، يهمنا أمر المواطن الأصيل، من السني والشيعي معا. وشكرا لكم أيها الشعب المظلوم، والله سيعطيكم إن شاء الله منالكم قريبا بإذن الله تعالى. يدكم في يد هؤلاء الرموز الأوفياء الصادقين معكم، نحن معكم، نحن سنسير خلفكم أيها القادة ورموزنا الصادقين، سواء كان من خلف السجون وحتى الحاضرين العاملين. ألف شكر لكم وتحية، شكرا لكم جميعاً.